وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد يسر الله عز وجل لي في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان في اليوم التاسع منه من عام 1440 للهجرة بزيارة هذا المعرض المبارك، معرض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، والذي تقيمه الرابطة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار مسجد قباء. ورأيت حقيقة عمل جبار وعمل كبير في خدمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جهد يذكر فيشكر. أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الزهراني، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، موجبا للفوز لديه في جنات النعيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.